ومطلوب نبدا بالمساله دي مساله سهله كده، ومطلوب من حضرتك انك تجيب لي المومنت الناتج عن الاحمال. تعالى كده اول خطوه امشي المساله واحده واحده. اول خطوه عندك اختار مين سيستم. عندك طريقين. الطريق الاولاني المين سيستم واحد، ممكن يختار المين سيستم زي الحاله اللي احنا اخترناها من شويه. يبقى هنشيل دولار ويحط هنا اكس واحد. تمام؟ ده مين سيستم، تقدر تختار ده مين سيستم. واحد تاني ممكن يختار مين سيستم تاني خالص. يقول لك ان انا هختار دي زي ما هي انجن ودي روبر وهلبي دي خالص وخلي دي كانتليفر. تقول لي ده كانتليفر طوله 6 متر في الاستراكشر ما فيهوش مشكله. تمام؟ الاثنين بيتكلموا ورا. خلاص؟ يبقى انا عندي ده مين سيستم، يبقى انا ركزت من هنا الفورس اكس واي. هحط هنا رياكشن كونتو اكس واحد. تعالى ارسم المومنت الام نود. طبعا هنا في احمال 4 طن و2 طن على المتر. تعالى ارسم الام نود. لما ترسم الام نود وهقول لك انا ليه اخترت المين سيستم ده، في الامتحان دايما تحاول تختار المين سيستم اللي يسهل عليك المساله. هتعرف ليه شويه كده انا اخترت المين سيستم ده بالذات. طيب تعالى كده، انت عندك المومنت على النقطه دي ده كانتليفر، هتحط الاكس واحد بكام؟ يبقى عشان ارسم الام نوت الاكس واحد بتساوي زيرو. تمام؟ وهرسم على الاحمال، يبقى المومنت على النقطه دي بيساوي 2 في 6 في 3. كم؟ 2 في 6 في 3 ب 36. وصل جيب دي، ودايما هنا عشان التكاملات حط البارابولا على الافق. ما تنزلهاش من الراس عشان مش هتعرف تجيب اريه المحصله، يعني انت لو حضرتك حطيت لي البارابولا كده فانت الاريه اللي المفروض تكاملها هي الاريه دي مش الاريه بتاع المثلث. مش هتعرف تجيب اريه. طيب انا لما اكمل الاريه اللي فوق بالسالب واكمل الاريه اللي تحت بالموجب واطرحهم من بعض فجبت المحصله. يبقى الفكره الموضوع حط البارابولا على الافق. هكمل ده فوق بالسالب وهكمل ده بالموجب وهطرحهم من بعض. تمام؟ يبقى في الحاله دي ده المحصله بتاعتي. طيب المومنت على النقطه دي المفروض دي 12 دي 36. اوصل بي بي وانزل مثلث. المثلث قلته بي ال على الاربعه اللي هي بتساوي 5. ايه؟ الاربعه مش في النص. تمام؟ فانت هترسم لي المثلث بتاعك المفروض ان هنا في 4 طن ودي 2 ودي كام؟ قيمة المومنت هنا بيساوي بي في اي في بي على ال. لو ده مش منتظم في النص بي ال على الاربعة. لو مش منتظم يبقى بي في اي اللي هو الطول على الشمال وبي الطول اللي على اليمين. يبقى هنقول 4 في 2 في 3 على 5. 4.8 كم؟ 4.8 ده قيمة المومنت اللي هنا. طب الارتفاع هنا قد ايه؟ الارتفاع تحت الأربعة هتكون 36 على الخمسة في 2. 36 على الخمسة تقريبا 7.8 أو 14.4. تمام؟ هتنزل من النقطة دي كده من ال 14.4 هتنزل كام؟ هتنزل 4.8. يبقى المومنت مش هيقلب لفوق. يبقى المومنت مش هيقلب. خلاص؟ خد بالك من دي. شايف ده كده؟ القيمة دي كام؟ 14.4 × 9 وكام؟ 9 و6 من 10. خد بالك. يبقى انا هقسم المساحه دي شبه منحرفه. ارتفاع هنا 36 و9 و6 من 10 ومثلث عشان التكاملات. خلاص؟ طيب تعالى كده ارسم الام 1. الام 1 معناها انك تحط 1 طن مكان الاكس.
الاكس. يبقى شكل المومنت ازاي؟ واحد في ستة، واحد في ستة، تمام؟ يبقى ده شكل المومنت. بص معايا مع كل كسره، بص على الام نوت وهو ده الاهم. مع كل كسره احسب قيمه الارتفاع في الام واحد. يعني المومنت هنا في ستة، ما فيهاش مشكله. عند النقطه دي كده يبقى احسب الارتفاع هنا اللي هو 6 على 5 في 2 اللي هي 1 بكام؟ 2.4. يبقى مع كل خلوص مصر او نهايه وبدايه حاجه في الام نوت ارسم هات الارتفاع في الام 1. ايه؟ متوسط بتاع المثلث فين؟ خلاص؟ طيب تعالى كده بقى، احنا عايزين نطبق في المعادله من دلتا واحد نوت زائد اكس واحد دلتا واحد واحد بيساوي زيرو. المجهول اللي عندي هو اكس واحد ان انا اجيبه في التكامل، تمام؟ فانا عايز اجيب دلتا واحد نوت يساوي واحد على الاي ار تكامل ام نوت مع ام واحد، وكل ممبر لوحديه يعني كامل كل زمان لوحديه. يعني تخيل ان الشاب ده مثلث من الاول لاخر ما بتكملوش كجزء واحد علشان لو في انرشيا مختلفه، تمام؟ كامل كل جزء لوحديه. تعالى نكامل المثلث الجزء ده. خلاص مبدئيا زي ما قلنا المره اللي فاتت او زي ما انت عرفت في الفيرشوال وورك، معلش الكلام ده كان مع سنه ثالثه، التكامل بصفه عامه، العلاقه بتاع التكامل بصفه عامه ان انا لما اكامل ده مع ده، التكامل معناها تداخل مساحات مع بعض، تمام؟ او بالمعنى الاصح تكامل شكل مع شكل. هتجيب مساحه الشكل، يعني انا بكامل ضربته مع المثلث ده، يبقى القاعده العامه انك تجيب مساحه الشكل الغير منتظر، تجيب مساحه الشكل الغير منتظر وترتفعه وتضربه في ارتفاع الشكل المنتظر عند السي جي بتاع الشكل اللي جبت له الجانب. يعني انا هجيب اريه البرابل، تمام؟ السي جي بتاعها في النص، اضرب الاريه دي في الارتفاع ده، استنتج منه بقى اكتر من حاجه، استنتج منه قانون الشبه منحرف وقانون المثلث والكلام اللي انت اخده. تعالوا نطبق. لو انا هكامل مثلث مع مثلث الاتجاهين دول متعاكسين، يبقى هتكامل في النهايه يبقى ايه؟ السالك. تعالى كامل المثلث ده مع المثلث، هات اريه المثلث الاولاني، اريه المثلث الاولاني نص في 36 في 6، ده اريه المثلث الاولاني. نص في 36 في 6. السي جي بتاع المثلث اللي انا جبت له الاريه هو يبقى ارتفاع الشكل هنا كام؟ 2 على 3 2 على 3 من 6 اللي هي 4. انت اخذت القاعده اللي هي مثلث مع مثلث او شبه منحرف مع شبه منحرف، قال لك ايه؟ على 6 في كل قيمتين متقابلتين في 2، 36 في 6 في 2. صفر في صفر في 2، تمام؟ صفر في صفر في 2، صفر في 6، 36 في 0 يبقى النهايه دي القاعده اللي هو جابها. احسب دي كده، دي 6 بكام؟ مع 6 هي هي ولا لا؟ خلاص؟ تمام؟ اتفضل شمس. ده الجزء الاولاني زائد تكامل الفراوله مع الشكل ده، مساحه الفراوله 2 في اتجاه 1 يبقى 2 على 3 في ارتفاع الفراوله بكام؟ في 6 اللي هو الفراوله 9 دول ب 9 جدا ب 9 في 9 في ارتفاع الشكل الثاني عند السي جي بتاع الفراوله اللي هو 3 زائد. تعالى نكمل الجزئين دول، هتقول لي بنفس القاعده، المشكلة بقى في الشبه منحرف في حاجة. إيه؟ إنك أنت هنا الشكل ده مش هتعرف تجيب السي جي بتاعه، أو صعب بمعنى أصح تعرف تطبق البرمجة السكرية عشان تجيب السي جي بتاعه. فالقاعدة التانية هتبقى أسهل. الـ L على 6، الطول على 6، اللي هو 3 على 6. في كل قيمتين متشابهتين في 2. القيمتين اللي في نفس الاتجاه اللي عند نفس النقطة في 2. يبقى 36 في 6
السالب. طبعا ده كله سالب في النهايه، السالب بره. 36 في 6 في 2. 9 و6 من 10 في 2 و4 من 10 في 2. 6. كل قطين متشابهين، كل قطين مختلفتين تعاكس في واحد، يبقى 36 في 2 و4 من 10. زائد 6 في 9 و6 من 10. يبقى تكامل شبه منحرف مع شبه منحرف او شبه منحرف مع مثلث. تمام؟ شبه منحرف مع شبه منحرف او شبه منحرف مع مثلث. هي الصعوبة في انك انت ما تعرفش تجيب السي جي بتاع الشكل ده، عشان تجيبه لازم تشتغل بطريقة البروبرتي اوف اريا، تقسمها لمثلث ومستطيل وتشتغل بطريقة البروبرتي اوف اريا. تمام؟ فهنا القاعدة العامة اللي هتشتغل عليها ال على 6، طول الشبه منحرف على 6. تمام؟ القيمة القطبين المتقابلتين في 2 يبقى 36 في 6 في 2، القطبين اللي عند نفس النقطة. 9 و6 من 10 في 2 و4 من 10 في 2. وبعد كده زائد القطبين المتعاكسين 2 و4 من 10 في 36، 9 و6 من 10 في 6. تمام؟ زائد تكامل طبعا ده كده الثلاثة على ستة مضروبة في الكلام ده خلاص؟ زائد تكامل المثلث ده مع المثلث ده هما مختلفين الأجسام، نص في 9 و6 من 10 في 2 اللي هي مساحة المثلث اللي فوق، نص في 9 و6 من 10 في 2 السي جي بتاع المثلث اللي فوق هنا 2 على 3 في 4 في 2 و4 2 على 3 2.4 الارتفاع بيساوي هو في التلت يبقى الارتفاع تلتين الارتفاع بتاعك كله. خلاص؟ القيمة دي بتساوي كام؟ حد حسب الرقم ده؟ كام على اي ارض؟ 650 السالب. ده الاي ارض. تعالى نقول دلتا واحد واحد. نعم. لا مش السبب. يعني ده قصدك على الإشارة يعني؟ ده كده يعني؟ قصدك ان انا اقسمها زي ما قسمت البرامج. ان انا اعملها بالشكل ده 36 مثلث من الاول للاخر ومثلث ثاني كده. صح غلط. ايه ايه؟ يعني دي او دي صح. يعني زي ما عملت في البرامج ان انا اعمل الشكل ده واعمل الشكل ده هي هي نفس الطريقه هنا. ان انا جمعت ان انا كامل ده مع المثلث الكبير لوحدي. وكامل المثلث المتساوي المثلث ده اقسمه لمثلثين وكامله مع بس طويله شويه. يا طولها في ان هنا لو المثلث ده متساوي السطرين كانت هتبقى سهل لان معروف السي جي بتاعه. تمام؟ انما لو المثلث ده مش متساوي السطرين يبقى لازم اقسم، ولما اقسم برضه هجيب القيمه دي وكم الشبه منحرف مع مثلث ومثلث مع مثلث فطويله شويه. خلاص؟ طيب تعالى كده خد دلتا واحد واحد. دلتا واحد 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 على الاي ار هكامل الام نود الام واحد مع نفسه. هكامل الام واحد مع نفسه. عايز تقسمها لمثلثين، المثلث ده علشان تبقى قاعده عامه لكل سباق لوحدين قسمها. يبقى واحد على في ار. تكامل المثلث ده مع نفسه. قريت المثلث نص في ستة في ستة في ستة. ده قريت المثلث في ارتفاع الشكل الثاني اللي هو زي اللي هو 2 على 3 في 6 و4. اثنين زائد طبعا هنا كله هيبقى زائد لان الاتجاهات متشابهين. زائد نص في 6 في 5 انا مش هقول في 2 ايه ده انا مش فاهم هنا مختلف عن سنه. نص في 6 في 5 في ارتفاع الشكل الثاني اللي هو ب 4 اللي هو 2 ب 4 تساوي كام؟ 132 على اي ار. لو طبقت في المعادله بتاعتك سالب 650 على الاي اي زائد 132 على الاي اي اكس 1 بيساوي 0.
يبقى الاكس واحد تساوي 650 على 132. 132 تساوي كام؟ 493. ده اللي هو قيمة الاكس واحد. تعالى كده عايز ترسم المومنت، ارجع القمر اصلها وارسم شكل المومنت. المومنت عند النقطة الأولانية بـ 0. كم المومنت عند النقطة دي؟ تعالى نعوض في القانون بتاعه. الام فاينل تساوي الام نوت زائد اكس واحد في الام واحد وبإشارات. الام نوت بـ 36 مثال، الأسالب 36 زائد اكس واحد بـ 4.9 4.93 في موجب 6. يبقى سالب 36 ناقص تقريبا 25 ناقص 30. سالب 46. يبقى كل عوض في القانون ده بإشارات. 36 بالسالب. الاكس واحد طلع بالموجب 4.93 في الام واحد بموجب كام؟ بموجب 6. وصل دي بدي يبقى الارتفاع هنا تقريبا 6.42 على 5 في ال 2. 2.56. المفروض حضرتك هتنزل منه الأربعة وكام؟ 8.10. يبقى الارتفاع ده هيساوي 4.8 ناقص 2.56. ينفع أوثق في الكاميرا اللي فوق وأجيب الرياكشنات وأرسم الموجة؟ ينفع عادي جدا تقول إن الرياكشن كده. هنطور عليه المسألة شوية، الرياكشن هنا هيبقى 4.93. صح؟ وهتاخد المومنت عند النقطة دي تجيب لي الرياكشن ده. سبمشن الواي تجيب لي الرياكشن ده. هتبقى كاميرا عادية جدا وتبدأ تحسب المومنت بتاعك. بس هتبقى طول عليك شوية. ايه؟ لا تنفع في كل الحالات طالما جبت مجهول من المسألة يبقى المعادلتين التانيين. يعني هي كانت المشكلة إن أنا عندي سبمشن الموز وسبمشن الواي ما كانش عارف أجيب لي التلات مجاهيل، أنا جبت منهم واحد. يبقى بالتالي أي من المعادلتين دول هيجيبوا لك باقي المجهول. ايا كان اطول من كده او اقل من كده، ما هي لو اطول من كده لو عندك كاميرا فيها خمس سبورت هدي لك منهم ثلاثه رياكشن. يبقى انت فاضل لك اثنين، الاثنين التاني تجيبهم بالمعادله. خلاص؟ تعالى وصل دي بدي وانزل الدلتا. الدلتا اللي هي 9 هتنزلها من 3.2 ده هيبقى 5.8. ده شكل الموقف. ده شكل الموقف. عايز تجيب رياكشن زي ما احنا قلنا 4.93. خلاص؟ لان عندك طريقتين انك ترسم الفري بادي الجزء ده 6.42 تمام؟ و4 طن. لو انت عايز انت جبت الرياكشن ده فانت مش محتاج الفري بادي غير للجزء الثاني. الجزء ده كده علشان تجيب الرياكشن ده او هسهلها لك. احسب بجزء واحد. اسهلها لك. احسب لجزء واحد اللي هو الجزء عكس الرياكشن اللي انت جبته. تمام؟ ده 4 طن. خد المومنت عند النقطه دي. يبقى 6.42 ناقص 4 في 3. هيدي لك الرياكشن ده لو قسمته على 5. اخدت المومنت على ده. 6.42 بتلف في الاتجاه ده. ناقص 4 في 3. يبقى المحصله بتاعتك بتلف في الاتجاه ده. يبقى الرياكشن ده عكس وتقسم على 5 كام؟ 1.11. يبقى الرياكشن عند النقطة دي 1.11. لو أنت مش عايز ترسم الجزء الثاني من سبشن الواي تجيب لي ده. يبقى الرياكشن ده بيساوي 4 زائد 12 16 ناقص 4 93 ناقص 1.11. 16 ناقص 4 93 ناقص 1.11. كام؟ أوروبا الزمن صار بس ماشي. بس وهترسم الشير طالما جبت رياكشن رسم الشير بقى سهل. قانون ايه؟ ايوه ماشي بس لو انت جايب الارنو انت الارنو ما انت محتاج تجيب الارنو كده هتطول على نفس المساله. ايه يعني؟ طب انا بجيب الار ممكن تجيب الار واحد وفي الاحسن على طول هات الموقف الطريق اللي انت عايزه. واحد تاني بيقول لي يا باشمهندس اعوض في القانون بتاع الار
يساوي الار مود زائد الار واحد في اكس واحد. بس حضرتك لازم تجيب الحاله دي الار مود هنا والار مود هنا والار واحد هنا والار واحد هنا من البدايه شوف من البدايه. تعالوا نشوف مساله ثانيه. حد مسألة بالشكل ده عبارة عن رومر رومر وفيكسد في النهاية، ومطلوب من حضرتك انك تحل المسألة دي، مطلوب من حضرتك انك تحل المسألة دي، تمام؟ فأولا بص على عدد المجاهيل، انسى الإكس زي ما قلنا، انسى الفرصة الأفقية زي ما قلنا في المسألة بتاعتك، هيبقى عندك كم مجهول؟ اثنين وثلاثة خمسة. عندك كم معادلة؟ معادلتين بس، يبقى المفروض تجيب من الطريقة بتاعتك كم معادلة في كم مجهول؟ ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل. تمام؟ يبقى المفروض حضرتك تشيل ثلاث مجاهيل من المسألة دي. تشيل ثلاث مجاهيل من المسألة دي. فواحد ممكن يختار المين سيستم بتاعه بالشكل ده. فيكسد فري. يشيل الثلاثة سبورت دول ويختار المين سيستم بتاعه فيكسد فري، صح؟ تمام؟ ده اول مين سيستم، المين سيستم الثاني. واحد هيقول لي انا هحول فيكسد لهنج. واخلي الرولر دي واشيل الاثنين اللي في النص. يبقى انت لو عندك المين سيستم ده اكس واحد هنا، اكس اثنين، اكس ثلاثة. تمام؟ لو انا حولت الفيكسد دي لهنج، يبقى شلت اكس واحد. تمام؟ وشلت الاثنين سبورت لود، يبقى اكس 3 واكس 2. ده مين سيستم. واحد هيقول لي هخلي دي هنج واشيل السبورت دي واخلي دي، ده مين سيستم تاني. واحد تاني هيقول لي اشيل دي ودي واخلي دي واخلي دي هنج، زي ما انت عايز، كل الطرق صح. تمام؟ تعالى نحل على واحد من الاربعه مين سيستم دول. أنا شايف إن أسهل مين سيستم هيسهل عليك التكامليات هو المين سيستم الأولاني. أسهل مين سيستم، ودايماً تختار كده. المين سيستم بالمعنى الأصح، أنت عندك لما تيجي تقسم إم واحد فإم واحد من الأول للآخر، صح؟ فهتكابل الكاميرا من الأول للآخر، بس لما تيجي تقسم إم اتنين، إم اتنين هتبقى من هنا لهنا، فلما تكابل إم اتنين مع إم نود في جزء منك طار، هيبقى بصفر. يبقى ده يسهل عليك المسألة شوية. إنما لو كانت الحالة دي فكده كده الكومنت من الاول للاخر، هيتكامل في كل الحالات من الاول للاخر. تعالى نرسم الام واحد. الام نوت. ادي المين سيستم بتاعي فيكسد فري. احط الاكس واحد والاكس اثنين والاكس ثلاثه الثلاثه بصفر. وعندي الاحمال فقط لا غير. يبقى شكل الكومنت ازاي؟ عندك اكس ثلاثه تساوي زيرو. واكس 2 تساوي 0 واكس 1 تساوي 0 وعندك 8 طن 8. تعال ارسم الام احسب تحت كل حاجه في صدري المهم كده كام؟ 0. لو انت عم تطري لو قطعت وحسبت على اليمين فهو ب 0 برضه. تمام؟ المهم انت عم تطري 4 في 4 ب 16 ثاني. تمام؟ المهم انت عم تتخيل الحمل الموزع 4 في 9 4 في 9 ناقص 6 في 5 في 2.5 4 في 9 بالسالب 4 في 9 بالسالب زائد 8.5 زائد خلاص كام؟ 4 في 9 زائد 6 في 5 في 2 ونص كام؟ 111. وصل دي في دي حط المربع على الوسط. الدلتا بكام؟ الدلتا بتساوي 6 في 15 دي على 8. تساوي كام؟ 18 في 75. تعالى هات المومنت على النقطة دي 4 في كام؟ 4 في 17 4 في 17 3 و 3 في 10 19
4 في 19 ناقص او زائد 6 في 5 في 12 ونص زائد 6 في 5 في 12 ونص زائد 8 في 7 زائد 8 في 3 500 كم؟ 531. ولازم تحسب تحت الحملين دول، لازم تحسب تحت الحملين دول، فهتقول 4 في 12 ناقص 6 في 5 في 5 ونص في القيمة دي. كم؟ 117. لو كنا لعبنا في 6 سنوات كام؟ 561. عند النقطة دي 4 في كام؟ 4 في 9 و 18 218 يا بالفعل ما ينفعش ان هي وصلها 4 كام؟ احسبها تاني 4 في كام؟ 12 ناقص زائد 6 في 5 في كام؟ في 5 ونص 6 في 5 في 5 ونص كل الزائد. طيب تعالى هنا عند النقطة دي 4 في 5 ونص 4 في كام؟ في 16 4 في 16 6 في 5 في 9 ونص زائد 8 في 4 380 ده الام نون. تعالى بس الام واحد الام واحد لما تحط الاكس واحد بواحد طن وتشيل الاحمال واكس 2 واكس 3 بزيرو الغلطة اللي بتحصل بيجي حاطط هنا اكس واحد واكس اثنين واكس ثلاثة بواحد طن مرة واحدة. لا بتحط اكس واحد بواحد طن واكس اثنين بزيرو واكس ثلاثة بزيرو وبترسم المومنت بتاعك فالمومنت بتاعك هيطلع مثلث بالشكل ده مثلث بالشكل ده واحد في كام؟ واحد في كام؟ المسافة دي كلها كام؟ 11 23 23 خلاص؟ ابدا احسب في الام واحد بالمرة علشان ما تبقاش في التكامل وتقف عند كل نقطة احسب لها المومنت بتاعها. عند النقطة دي كده احسب الارتفاع. 23 على 23 يبقى ليه 8 هي موجب بالساعة. هي موجب. هذا حطه إشارة. يبقى ده 8. ده 8. خلاص؟ وعند النقطة دي كده كام؟ ب 13. وتحت ال 8 هيبقى ب 16. جاي هتبقى ب 20 خلاص؟ طيب تعالى كده احط الاكس ده الام واحد حط الاكس واحد بزيرو والاكس اثنين بواحد والاكس ثلاثه بزيرو وارسم شكل الموقف 23 ناقص 8 15 واحسب برضه عند النقط بتاعتك 15 على 15 في 5 يبقى 5 8 12 تمام. تعالى حط الاكس 3 ب 0 الاكس 3 ب 1 طن والباقي بيساوي زيرو، اكس واحد واكس اثنين بيساوي زيرو، يبقى شكل المومنت كده. اللي هي بتساوي كام؟ 10، القيمة دي 3، دي 7. يبقى ده ان 3.
ام 1 ام 2 معلش ام 1 يبقى انا اخترت بين سيستم ورسمت عليه ام 1 وبعد كده حطيت الاكس 1 ب 1 طن ولقيت الاثنين التانيين ورسمت الام 1 وحطيت الاكس 2 ب 1 طن ولقيت اكس 1 واكس 3 ورسمت الام 2 وبعد كده حطيت الاكس 3 ب 1 طن ورسمت الام 3 نتيجه الاكس 1 والاكس 2. بص المعادله بتاعتي دلتا 1 مود زائد دلتا 1 1 اكس 1 دي المعادله اللي انت خدتها زائد دلتا 1 2 اكس 2 زائد دلتا 1 3 اكس 3. بص 1 1 1 1 2 1 3 تعالى دلتا 2 دلتا 2 نود زائد دلتا 2 1 اكس 1 زائد دلتا 2 2 اكس 2 زائد دلتا 2 3 اكس 3 بيساوي 0 دلتا 3 نود زائد دلتا 3 1 اكس 1 زائد دلتا 3 2 اكس 2 زائد دلتا 3 3 اكس 3 بيساوي 0. دول الثلاث معادلات بتاعتك خلاص. تعالى هات الدلتا 1 نود 1 على الاي اي تكامل ام نود مع ام 1 يبقى دلتا 1 نود تكامل ام نود مع ام 1 دلتا 2 نود تكامل ام 2 مع ام 1 دلتا 3 نود تكامل ام 3 مع ام 1 تعالى هات تكامل ام 1 مع ام 1 على الاي اي كامل ده مع الام 1 مثلث ده كده اللي هو الحد هنا المثلث ده هو الحد هنا بزيرو منبر ده بيساوي زيرو مع ده بيساوي زيرو يبقى انا عايز الارتفاع ده اللي هو 4 عايز اكمل المثلث ده مع الشبه المنحرف ده طبق قاعده شبه منحرف مع شبه منحرف ال على 6 وبالسالب 4 على 6 بالسالب علشان الاتجاهين متعاكسين كل قوتين متقابلتين في 2 0 في 4 0 16 في 8 في 2 0 في 8 16 في 4 ده تكامل الجزء الاولاني مثلث 5 تعالى كامل الشبه المنحرف ده مع الشبه المنحرف ده طبعا بالسالب برضه ال على 6 5 على 6 5 على 6 في الطول بتاعه القيمة هنا 111 في 13 في 2 16 في 8 في 2 زائد 111 في 8 زائد 16 في 13 ده تكامل شبه المنحرف ده مع ده تكامل البارابولا مع الشبه المنحرف ده هتبقى بالموجب زائد 2 على 3 في الدلتا 18 16 75 5 18 18 75 5 في الارتفاع اللي هنا تيجي بتاع البارابولا في النص في الارتفاع اللي هنا اللي هو بيساوي 13 زائد 8 على 2 13 على 2 زي 10 ونص يبقى تكامل برامج. تعالى نكمل شبه المنحرف الصغير ده شبه المنحرف الصغير ده مع الشبه المنحرف ده 3 على 6 سالب 3 على 6 111 في 13 في 2 111 في 13 في 2 213 في 16 في 2 زائد 213 في 13 111 في 16 يبقى الشبه المنحرف ده مع ده ده مع ده لازم تتأكد ان القيمة دي كده في منطقة الضلال
لازم تتاكد ان ده لاين ما فيهوش اي كسرات، لازم تتاكد ان ده لاين ما فيهوش اي كسرات. انا قصدت ان انا اعملها لان لو البنتين دول مختلفتين عن بعض فده هيبقى مينو مختلف عن الباقي، فلازم تقسم. هنا لازم تقسم، لو البنتين دول اول من المسافات مش متساويه يعني المسافه دي غير المسافه دي فبينهم الخطوط هتختلف، فيبقى في الحاله دي لازم تقسم الاجزاء لوحدها. في الحاله بتاعتنا طبعا المسافات متساويه والاحمال متساويه فالخط ميلو واحد، فيبقى في الحاله دي انت ايه انت ممكن تكمل كله مره واحده. بس انا قصدت ان انا اعملها كده عشان ايه تبقى قاعده عامه بالنسبه لك انك تقسم دايما عشان ما تطلعش. تعال نقسم ده مع ده، كامل ده مع ده زائد او ناقص 4 على 6 في 238 في 20 2 زائد 213 في 13 في 2 16 في 16 في 2 زائد 238 في 16 و 213 في 20 خلاص تكامل اخر جزء ناقص 3 على 6 في 535 في 23 2 زائد 381 ترتيبة التكاملات بس ايه مع ايه؟ ايه مع ايه؟ ترتيبة التكاملات ايه مع ايه وكده بس؟ واحنا يعني نبدا ارقام على طول. ماشي. كلام ارقام كده تقريبية وتربيت هتحلها وهتسلمها كده الجزء المرة الجاية. هسلمها في واحد. كلام ارقام تقريبية. بص تبقى 2 نود خليك معايا. تبقى 2 نود هتكامل الام نود مع 2. هتكامل الام نود مع 2. تقريبا هتطلع معاك 40520 على الاي ار. سالب هتطلع في الكود الرقم ده هتبتدي الرقم اللي قبله تمام. دلتا 3 نود واحد على الاي اي تكامل ام نود ام 3 دي ال يبقى هتكامل ام نود مع ام 3 ده حاجه صغيره تطلع رقم تقريبا 1000 خلاص. يبقى دلتا 3 نود دلتا 1 واحد. واحد على الاي اي تكامل ام واحد مع ام واحد في ال وده تسهل على نفسك ده مثلث مع مثلث مفيش اي كسرات وتتاكد ان خط ده واحد فهيبقى تكامل واحد على الاي اي نص كويس يا اخي في 23 في اكتوبر كله 23 في 2 على 3 في 23 خليك معايا عرفت المثلث ده نص 23 واكتوبر هو 23 في ارتفاع الشكل هو تكميل 23 يبقى الدلتا 1 1 الدلتا 2 2 1 على الاي اي تكامل ام 2 مع نفسه اللي هي بتساوي نص ل
هي هتساوي نص 15 في 15 في 2 على 3 في 15 يبقى تكامل ام 2 مع نفسه دلتا 3 3 واحد على الاي ار تكامل ام 3 مع ام 3 تساوي تكامل ده مع نفسه واحد على الاي ار نص في 10 في كام؟ في 10 في 2 على 3 في 10 خلاص؟ فكر المثال دي مثلا الامتحان مش المسألة اللي فاتت المسألة دي هي مسألة الامتحان اللي هي دايما معلقتين في مقولين أو ثلاث معلقات في ثلاث مكان خلاص؟ دلتا 3 3 دلتا واحد اثنين اللي هي بتساوي دلتا اثنين واحد اللي هي بتساوي واحد على الاي اي تكامل ام واحد مع ام اثنين تكامل ام واحد مع ام اثنين فانت هتعمل المثلث ده كده مع الشموم الحاله يعني هتساوي واحد على الاي اي الاثنين في نفس الاتجاه تبقى بالموجب ايه على سته 15 على 6 تكامل ده الشكل ده كله كده مع المثلث 15 على 6 58 في 2 23 في 15 في 2 زائد 15 في كام؟ في 8 زائد 23 في كام؟ في 0 دلتا 2 1 اللي هي بتساوي دلتا 2 دلتا 1 2 دلتا 2 3 او دلتا 1 3 اللي هي بتساوي دلتا 3 1 تكامل 1 على الاي اي تكامل ام 1 مع ام 3 دي كده تكامل ام 1 مع ام 3 يعني هكمل المثلث ده كده مع الشبه من الحرف ده اللي هي هتساوي واحد على الاي ار المسافه 10 على 6 الشبه المنحرف ده ارتفاعه 43 في 6 23 في 10 في 2 10 في 43 دلتا 1 3 مع دلتا 3 1 دلتا 2 3 اللي هي بتساوي دلتا 3 2 دلتا 2 3 اللي هي بتساوي دلتا 3 2 1 على الاي اي تكامل ام 2 مع ام 3 اللي هي 1 على الاي اي تكامل ام 2 مع ام 3 النقطه دي كده الحرف ده 10 على 6 الارتفاع هنا 5 في 0 في 2 15 في 10 في 2 زائد 5 في 10 دلتا 3 1 انتوا لما عرفتوا ان ده بعد بكره النهارده كله بايظ خلاص حتى اللي في البيت جبتوه صح؟ دلتا 1 نور دلتا 2 نور دلتا 3 نور شلتهم والمعادلات هتقدر تجيب لي اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 1 اكس 2 اكس 3 تمام؟ وهتعوض في المعادله بتاعتك الام فاينر عندها ايه نقطه؟ تساوي ام نور زائد اكس 1 ام 1 زائد اكس 2 ام 2 زائد اكس 3 ام 3 يعني لو انت عايز تجيب النقط عند السبورت ده الام نوت 535 بالساعه زائد اكس 1 في موجب 23 زائد اكس 2 في موجب 15 زائد اكس 3 في موجب 10 يبقى جبت المومنت عند النقطه دي لو عايز تجيب المومنت عند النقطه دي سالب 16 زائد اكس 1 في موجب 8 زائد اكس 2 في 0 زائد اكس 3 في 0 لو انت عايز تجيب المومنت عند السبورت دي موجب سالب 111 زائد اكس 1
في اللي هي القيمه اللي هي 43 زائد اكس 2 القيمه اللي هي 5 زائد اكس 3 في سي وهكذا وتبدا تعلق البروتوكول بتاعتك الكلام ده. المساله دي هنسلمها كشيت المره الجايه مرسوم المومنت والنورمال والشيت بتاعها.